السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتمنىكم بالف خير. هذا الفيديو بصراحه عاودته لان الاول اللي سجلت مسحته ديال لاطونسيون قبل ما نبيبليه، دونك ديكو عاودته ان بارتي مشات وان بارتي بقات، وانا غادي نحاول نشرح لكم لا بارتي اللي مشات. فهاد الفيديو غادي نخدمو بالبابي دوري، دونك سبقنا وتعرفنا عليه قبل في فيديو قديم خدمنا على لي بلاطو. اليوم غادي نخدمو على الصندالة. كيف كتشوفوا هنايا صبغت لها الرقاب ديالها حيت كان بيض، مازال كاينه اون بارتي غادي نشوفوها في الفيديو مازال. دونك لو بابيي دو ري خدمت اكزاكتومون بهاد لو موديل، دونك ما بقاش عندي باش نوريه لكم. قطعت هادوك جوج وريضات اللي كانوا هنايا، يعني حنا ماشي ضروري غادي نخدمو بالبابيي دو ري كاملو. خديت لاكول ديكوباج ديكادونس هي باش لصقتهم، دونك بالبانسو طريقة سهلة باش غادي لصقوهم. بالنسبة للرقاب هنايا كنت خدمتو في الأول بدوغا تكستيل ميتاليك، ولكن هذاك اللون جاني تيبرق جاني قاشع، دونك وليت بدلتو لأنني أنا كنت بغيتو يكون أسورتي لهادوك الوريضة غوز، ولكن جاني كيقشع بزاف وبدلتو باكريليك ابريد اكريليك في الخضيضر كيف كتشوفوا، اللي تركبت السيوره للصنداله. وهنايا في الاخر ممكن نزيدوا ليها عقيقات ولا دي بونبون لهذوك السيوره، يعني كيف ما بغينا. دونك هذا اول موديل انايا خدمت. دونك قلت نعاود لا فيديو في هذه البالغينه هذه، حتى هي ما تسجلاش، هي في نص الكثير ما فهمت والو، ما علينا. دونك بالنسبه لهاد البالغين هذا حتى هو خدمت البابيي دو ري، خليت الرقاب ديالو هنايا ناتوريل. باغ كونطخ فهاد الصنداله هذه هنايا صبغت ليها هذاك الرقاب، كان بحالو بحال هاد البالغين هكايا، كان يعني يدوم ناتوريل. صبغتها وهنايا خليت هاد البالغين هكاك في اللون الطبيعي ديالو، وممكن تزيدوا الاضافات فوق هذاك البابيي دو ري بهاد لو 3D، ديري دو بوان تعاودوا تزوقوا تعطيو الغوليف لهذوك الوريضات. دونك الاضافات كتبقى مساله اختياريه، كل واحد يدير اللي بغى. بالنسبه لهاد البالغينه اللي غادي نوريكم دابا، ما درتش فيها بابيي دو ري، مي خدمت فيها هاد لو بابيون بالبوشوار جي تابوتي. دونك خدمت بهذاك اللون اورانج دايما دورا تكستيل ميتاليك، وخديت هذاك لو 3D ودرت هذوك النقيطات خليتها حتى نشفات، ودرت هذوك لي بيتي بوان تمايا، وركبت ليها الموزونه في الجنابات. دونك الزواق كيف تنقول دائما على حسب الذوق ديال كل واحد. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش ممكن نبدلوا المنظر ديال الصنادل ديال الناس بابات البالغينات اللي عندنا بالبابيي دو ري ولا بالبوشوار. دونك كيف قلت لكم في الاول كنت صابغه داك الرقاب كله بدوغا تكستيل في داك لو روز بوغ رابلي هذاك اللون ديال الوريضه، مي كيف جاني قاشع بزاف وتيبرق وليت بدلت الرقاب كامل بالخضر ابريد اكريليك. دونك تختاروا اللون اللي كثير في هذاك الرشمه ديالتكم ديال بابيي دو ري ولا اي لون اللي غادي يجي مواتي معاه. دونك غادي نكمل الرقاب كاملو هكايا، وهنا في الحاشيه خصني نمشي غير بشويه باش ما نطاشيش هذاك اللون الابيض. تقدروا ديروا سكوتش الا بغيتوا تمايا، ما تقدروا تمشيو غير بشويه بالبانسو سوانيوزمون هكايا حتى تصبغوا هذيك الجهه هذاك الرقاب كاملو باش ما نقيسوش الجهه اللي هي بيضه. تيقوني جات المنظر ديالها زوين الا تشوفوها مباشره. هي طريقه وفكره اللي ممكن نجددوا بها الصنادل ديالنا، صبيبطات مام صبيبطات ديال وليداتنا كيتكرفصوا دغيا. دونك نقدروا نبدلوا ليهم سوا كنعاودوا لهم غير الصباغه، سوا كنديروا هاد الاضافات ديال بابيي دو ري. الا ما عندكمش بابيي دو ري فيكم ديروا بابيي سيرفييت، دونك كاينين ولا ديروا البوشوار كيف درت انا بلي بابيون. يعني الشعار ديالنا دائما هو اعاده التدوير ديال حويجاتنا كيف ما كانوا. حطيت الفرده الاخرى باش غادي تنشف. هنا في هاد الصنداله هادي كنت دايره هذيك الفوطه لداخل غير باش تساعدني انني نخدم البابي دو ري مرتاحه. شبرت ليها هذيك السميطه اللورانيه بهذوك لي بانس باش ما نطاشيهاش بالصباغه. دونك كيف تشوفوا هذا هو اللون الطبيعي ديال الرقاب كيف داير. دونك عجبني في الاخر انني ندير له هاد الخضر هذا، يعني كتبقى الالوان على حسب الذوق والاختيار ديال كل واحد. دونك غادي نكملو كاملو هكا
باغا امشي بشويه في هذيك الحاشيه باش ما نطاشيش القدام. دونك نتمنى بان الفكره راهي باينه لكم وواضحه، كنظن بانها سهله وما صعيبهش في التطبيق ديالها، نخدموها بكل سهوله. الصنداله هي هذه بعد ما كملتها في الصباغه، غادي نخليها حتى تنشف وغادي نركب ليها السيوره ديالها. هنايا تيبان لي بانني خاصني ندير ان دوزيام كوش، لان هي هذه هي الفرده الاولى اللي كنت درت ليها الغوز ديال دوغا تكستيل، مي هنايا ملي نشفات بقى طلع لي هذاك شويه الغوز وديك هذاك اللي بغينا نقولوا لي بايات، لحقاش هي دوغا تكستيل هذه اللي انا خدمت بها سي ميتاليك، دونك طلع لي هذاك الغوز ديالها، مضطره نعاود لها الطبقه الثانيه ديال الصباغه باش تجيني مواتيه مع الفرده الاخرى. وهنا بصحتي الصنداله، ربحت صنداله جديده وجات مواتيه حتى مع فصل الربيع، دونك مع الخضوريه والوريضات والربيع. دونك نتمنى ان الفكره تعجبكم وتطبقوها. هذه هي البالغين اللي كتبغيت نعاود فيها الفيديو، كانت على هذا الشكل هكايا، دونك ما فيها حتى شي زواق، مي دوماج ما تسجليش لا فيديو كامل. دونك اختاريت هي ندير فيها البابي دوغي. في الاول كنت اختاريت هاد الوريضه هذه هي اللي كنت قطعت بغيت نديرها تمايا، مي بصراحه ما طلعتش عجبتني بزاف، وبالتالي وليت اختاريت هاد البابي دوغي اللي فيه الوريضات وقطعت هاد الوريضه هذه، جاتني قريبه ليه بزاف بحال تقريبا طون سيغ طون. كيف تشوفوا كنديروا ان بون كوش ديال لا كول دي كوباج من التحت، وكنجيو كنلصقوا لو بابي دوغي من الفوق. دونك و نعاودوا يعني بالبانسو ولا كول نعاودوا نديروا ثاني ان بون كوش من الفوق، وما ننساوش هذوك الجنابات حتى هما ضروري خصنا ناكدوا عليهم ونحاولوا نضغطوا عليهم بلا كول والبانسو، حيت الا ما شبروش مزيان وتقلعوا غير من واحد شويه يقدر يتقلع لكم بابي دوغي ديالكم كامل. هاد لي بالغين هادو سي دي كوتون، دونك ديكو الى ابسورب لا كول، على بها تنقول انكم ديروا ان بون كوش حتى تشبر هذاك لو بابي دوغي ديالكم مزيان، وعاد من بعد ديروا ثاني عاد فوق منه ان اوتر كوش. دونك لا تكنيك يعني ان تكنيك لي تري فاسيل وسهله، وتقدروا تجربوها على اي نوع ديال الصباطه ديال لي بالغين دي صابو اون بلاستيك ميم، يعني اي حاجه راه ممكن نجددوها بهاد لا تكنيك هادي. ملي نكملوهم نحطوهم دو كوتي حتى يشفوا، ديك الساعه فين نستعملوهم ونلبسوهم فوقاش ما بغينا. صندلتي هي هادي مع لي بالغين مني نشفوا، كنتمنى الشرح ديالي كان باين لكم والفكره واضحه. سمحوا لي الى الفيديو ما مرتبش مزيان، نتمنى نشوف التطبيقات ديالكم، الى شي واحد فيكم جرب هذه الفكره هذه ولا صايب هاد شي صنداره ولا شي صباط عنده يتقاسمها معنا، سواء على الجروب ديال الخميسة كرياسيون ولا على صفحتي على الفيسبوك اللي ما بغيتو. وحتى نلقاكم ان شاء الله فيديو اخر وفكره جديده، تبقوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.